ورجعنا لحضراتكم واول خبر معانا النهارده، والحقيقه من الاخبار المؤسفه وانا باسف جدا 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 ان انا بقول والمتكرره للاسف، مسلسل يعني حوادث القطارات، المسلسل السخيف المتكرر في مصر. وانا الحقيقه يعني اكيد في اسباب كتيره، لكن نفسي حد يوضح لنا ايه السبب، يعني ايه اللي يخلي الحوادث تكتر بهذا الشكل. بيان للصحه بيقول وفاه 11 شخص واصابه 98 اخرين في حادث قطار طوق، الحادث قطار المنصوره القاهره، واللي راح ضحيته 11 مواطن مصري و98 مصاب. الحقيقه يعني برضو مش فاهم يعني ليه هذا التكرار، ليه الحوادث دي متكرره. يعني هتقول لي بقى العنصر البشري، العنصر العنصر المادي اللي هو في القطر، طب الاداره، طب كذا طب كذا طب كذا. حرام ارواح الناس اللي بتروح يعني بدون سبب، والناس صايمه والناس في طريقها والناس رايحه اشغالها، واللي رايح يفطر مع عياله، واللي رايح هنا واللي رايح هنا، الناس تموت في الطريق لخطا. في الاخر بتقول لي اصله كان اللي بيسوق القطر ضارب برشامتين، اصله كان مش عارف واحد شد ايه وعمل ايه وبتاع ايه، لكن النتيجه في الاخر ايه؟ النتيجه موت ناس واصابه اخرين، ودي حاجه الحقيقه مؤسفه ومتكرره في مصر بشكل كبير جدا. والحقيقه كان من الاخبار المزعجه، ولازالت طبعا من الاخبار المزعجه، هي حوادث القطارات. بغض النظر بقى عن التحقيقات وعن اننا منتظرين النتائج، واحنا لسه يعني ما كناش لحقنا نفوق من الحادثه اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، والمسلسل زي ما اسحاق لسه بيقول كده مسلسل حوادث القطارات. يمكن في الاخبار اللي احنا هنقولها لحضراتكم دلوقتي يعني هنقول شويه تفاصيل عن التعويضات، وزاره التضامن الاجتماعي عملت ايه او هتعمل ايه، التبرع بالدم، الاهالي وموقفهم ومساعدتهم للمصابين في مكان الحادث. هو الحادثه اربع عربيات خرجوا عن القضبان، أربع عربيات خرجوا عن القضبان، وطبعا كانت النتيجة أنتم شايفين المشهد قدامكم في الصور دي. لكن التعويض هيفيد بإيه؟ يعني التعويض هيفيد بإيه؟ صدقوني ولا فلوس الدنيا كلها ممكن تساوي إن رب أسرة ممكن يموت في حادثة وأولاده يتيتموا، ولا هو يبقى العائل بتاعهم، ولا مالهمش حد غيره، ولا ولا ولا. لكن إحنا بنسأل ونحط علامات استفهام، إحنا مش بنتكلم في تعويضات ولا عايزين تعويضات. ليه المسلسل ده متكرر؟ تعالوا نعرف اكتر ونفهم اكتر. معانا على الهاتف الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بكليه الهندسه جامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور. اهلا بسيادتك وبالمشاهد الكريم، كل سنه وانتم طيبين، وخالص العزاء لاسر الضحايا في حادث قطار امس. تمام، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين ان شاء الله. دكتور، لعل لسان حال كل مواطن مصري، ليه تكرار حوادث القطارات في مصر بهذا الشكل؟ بنشوف في دول كتير يعني موضوع السكه الحديد ده ماشي فيها كل يوم، تظبطه على الساعه، وحتى يعني الدول اللي فيها اماكن زحمه كتير جدا زي الصين مثلا، لكن تلاقي ان القطر ده معروف بيوصل من الثانيه دي للثانيه دي، وموضوع حوادث القطارات في مصر زياده عن اللزوم. حضرتك بتفسر ده بايه؟ بفسر ده بان السكه الحديد في 2014 كانت تقريبا منهاره، والدوله اخذت على عاتقها من 2014 مشروع قومي للنهوض بهذا القطاع الحيوي اللي بيمس حياه المواطن اليوميه. لم يتم الانتهاء من اعمال التطوير، وشفنا حجم المجهودات اللي تم بذلها في الاعوام الماضيه من تامين نظم تحكم واشارات وغلق مزلقانات وشراء جرارات وعربات لنقل البضائع والركاب، والبدء في تطوير العنصر البشري الموجود داخل السكه الحديد، الا ان انظمه التحكم واداره حركه القطارات لا زالت غير مكتمله. وعشان كده احنا طالبنا اكثر من مره ان لابد، طالما انا مش قادر اوقف السكه الحديد، وده فعلا يعني انا لسان حال وزير النقل ما يقدرش يوقف السكه الحديد لانها بتنقل مليون راكب يوميا، يعني بتتكلم على 30 مليون راكب في الشهر. لكن بمبدا السلامه اولا،
لابد ان انا اخفض السرعات، وده فعلا تم، وكانت النتيجه ان الناس طلعت على برامج التوك شو قالت القطر بيتاخر ساعتين وثلاثه، لكن لما نعلن للمواطن جداول زمنيه محدده ان انا على المسار الفلاني هخفض السرعات لفتره قد كده ويعلن ذلك في المحطات. وتخفيض السرعات يا دكتور ده ممكن يقلل من الحوادث، ولا المبدا في حد ذاته ان احنا ممكن يكون عندنا مشاكل اساسا في خطوط السكه الحديد حتى لو ماشي بالراحه ممكن يخرج عن القضبان؟ لا، هو طبعا حتى لو في مشاكل وهو ماشي بسرعه اقل فاحتماليه الحادثه بتكون اقل كثيرا، فانا لما اخفض السرعات والغي الرحلات اللي ما عليهاش طلب، يعني احنا عندنا حوالي 856 رحله قطار في اليوم. جزء من هذه الرحلات لا يوجد عليها عدد ركاب كبير، فبالتالي الغائها هيبقى غير مؤثر على المواطن لانه يستطيع انه يتجه لوسائل النقل البريه الاخرى. انما اللي عليها عدد كبير من الركاب ما اقدرش الغيها واتعامل معاها بمبدا السلامه اولا واخفض السرعات واعجل من عمليه الحوكمه وتحويل نظم اداره حركه القطارات الى النظام الالكتروني اللي بيه اقدر ان انا اتحكم في القطار، حتى لو حصل خطا بشري من قائد القطار اقدر اتحكم في القطار من غرفه التحكم، وده اللي حضرتك بتتكلم ان هو موجود في كل دول العالم. صحيح. لسه ما وصلناش للمستوى ده، لكن احنا بنقول ان احنا شغالين فيه، ولا بد من اجراءات احترازيه اثناء عمليه التنفيذ. يعني النهارده لما بيكون في طريق بيتسفلت بتلاقي فيه علامات تحذيريه وبنقول لقائد السياره هدي السرعه في المنطقه دي وفي تحويلات وخلاف. فنفس الكلام بما ان انا شغال في السكه الخارجيه يا دكتور، معلش يا دكتور، دكتور حسن معلش، هل يعني هل وارد الاستعانه بخبرات اجنبيه مثلا في هذا القطاع؟ ما انا النهارده لما استعين بخبرات اجنبيه وادفع حتى مرتبات كثيره جدا لكن باقي ان ناس كثيره جدا تموت على السكه الحديد، فهل وارد ان ده يحصل ولا ده عيب ولا ده ما يصحش؟ انا مش فاهم يعني. لا مش عيب ولا ما يصحش، احنا النهارده حضرتك في مترو الانفاق على سبيل المثال لما تم انشاؤه في الثمانينات كان الفرنسويين خدوا عقد، الفرنسويين هم اللي كانوا بيديروا لفتره. صحيح. والال ار تي اللي هو اللايت ترين القطار الكهربائي بيخلص دلوقتي، القطار الكهربائي هيبقى فيه عقد سين. تشغيل لمده زمنيه مع الشركه الاجنبيه اللي بتشترك في عمليه التنفيذ. تمام. فهذا الامر موجود ومطروح، وقانون السكه الحديد نفسه تعدل في دوره الانعقاد الماضي للبرلمان المصري او مجلس النواب، وتم الموافقه على دخول القطاع الخاص شريك للقطاع للسكه الحديد. تمام. ويبقى في عندنا ما يسمى بمقدم للخدمه اللي هو سيرفيس اوبريتور، ده يكون من خلال شركات القطاع الخاص. فالفكره اللي حضرتك بتقوله بيدرس ومطروح، لكن احنا عندنا مشاكل فنيه ومشاكل في العنصر البشري والاثنين بيتم علاجهم اثناء حركه السكه، لان انا زي ما قال دوله رئيس الوزراء اثناء حادثه القطار الماضي ما اقدرش اوقف السكه الحديد لان هيبقى ليها تاثير سلبي. احنا مش عايزين الضريبه برضه يا دكتور تكون حياه الناس، يعني مش قادرين نوقف قطاع السكه الحديد او الرحلات في الخطوط اللي فيها مشاكل او القطارات نفسها اللي هي متهالكه ويعني خلاص لا تصلح للاستخدام، ان يكون الثمن حياه الناس. اولا طبعا انا بشكر حضرتك. لا احنا ما قلناش ان الثمن يبقى حياه الناس، انا اديت لحضرتك روشته قلت ايه اللي طبعا 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 احنا بس يعني نفسنا في حل القطار عشان الناس تموت يعني. طبعا صحيح. يعني حتى في الطيران حضرتك لما الطياره تتاخر عشان في عطله قبل ما تطلع في الجو افضل من ان الناس تبقى متضايقه ويقولوا انتوا اخرتونا ويطلع يموت. طبعا صدقني يا دكتور الناس دلوقتي بتروح لغايه يعني محطه القطر في اي محافظه وهي بتركب، يعني الناس بتقول بقى قطر الموت، هم عارفين القطر هيوصل او مش هيوصل، بقى خلاص الواحد مش عارف هيركب القطر وهينزل منه ولا لا. شكرا ليك دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والنقل بكليه الهندسه جامعه عين شمس على مداخله حضرتك، لكن الحقيقه ان الموضوع زايد عن حده وكان لازم له وقفه وكان لازم تدخل. وزي ما احنا عارفين ان عند نقطة معينة كده خلاص بيبقى تدخل سيادة الرئيس بنفسه عشان يبقى لازم بقى يبقى فيه حل، وده اللي حصل فعلا بعد حادثة قطر توخ. سيادة الرئيس كلف دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عشان توافي سيادة الرئيس مباشرة بأسباب الحادثة دي، واعتقد حضراتكم يعني هتكونوا موافقين معايا ان مش الفكرة في أسباب حادثة القطر دي بس، لكن طالما سيادة الرئيس كلف بتشكيل لجنة يبقى خلاص احنا لا لازم نشوف حل وحل جذري للمشكلة دي أو للموضوع ده. سيادة الرئيس كلف زي ما قلت لحضراتكم دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة هتكون منين؟ هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكلية الفنية العسكرية، كليات الهندسة، كل دول
هتكون عبارة عن لجنة هتبحث إيه أسباب الحادثة دي، وأعتقد وزي ما بقول لحضراتكم ومعاها أسباب الحادثة اللي فاتت واللي قبلها وعشان ما يحصلش كمان ده تاني، ومباشرة لسيادة الرئيس هتكون الأسباب مفصلة وكاملة عنده، وإن شاء الله يكون في حل لل هقول إيه مهزلة اللي بتحصل في قطاع السكة الحديد دي. الحقيقة وسط الأزمات بيبقى فيه برضو مشاهد مضيئة، ما ينفعش إن إحنا نعديها كده وخلاص. يعني أنا بشكر أهل بنها، الناس الكرمة، الناس الحلوين، الناس المحترمين اللي طلعوا منهم آلاف امبارح عشان يساعدوا الناس، يساعدوا الناس ويخرجوهم من تحت القطر ويساعدوا المصابين. وكمان الكرم بقى جه وقت الفطار، الناس طلعت بالأكل والشرب والرز والمكرونة والمية والحاجة الساقعة، وكله طلع راح للناس اللي تعطلت في الطريق. فبنشكر أهل بنها وهم دول المصريين الجدعان. بالنسبة لكورونا وصلنا لفين؟ الرئيس امبارح في اجتماع بيقول بيوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا. الموجة الثالثة قولوا، ومش عارف الموجة الثانية في ذروتها قولوا، مش قادرين نحدد بالظبط، بس الأعداد في ازدياد مستمر. الإصابات بص حواليك هتلاقي إصابات كتير جدا 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 في محافظات بعينها، محافظات الصعيد في كلام عن سوهاج إن الأعداد بزيادة عن اللزوم بشكل كبير جدا، في كلام عن الزيادات إن إحنا دلوقتي في ذروة. يعني الزيادات أرجوكم أرجوكم خلوا بالكم، الناس اللي بتتهاون، الموت مش سهل، وان انت تفقد حد من حبايبك مش سهل، ولو انت صحتك بومب وزي الفل وتقدر تتحمل، في غيرك تعبان ومريض وكبير في السن وما يقدرش يتحمل. ارجوكم ده دورنا واحنا بنقول كده مرارا وتكرارا، خلوا بالكم الموضوع في ازدياد مستمر. والحالات الحرجة بقت كتير، أنا بقى يعني هحط بقى وأزود دي، الحالات الحرجة بقت كتير، والمستشفيات رجعت تبقى مليانة، والأماكن بقت صعبة، فيعني أرجوكم أرجوكم مرة تانية، مش محتاجين نوصل لمرحلة أكتر من كده ونفقد السيطرة بقى على إننا نلاقي مكان في ولا سرير في مستشفى لحد من يعني حبايبنا وأهلنا. تقرير وزارة الصحة التقرير اليومي سجل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 44 حالة وفاة، 765 متعافي خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. وبكرر مرة تانية الأرقام اللي انتوا شايفينها، في أضعاف 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 الأرقام دي موجود بره في عزل منزلي. قوات حرس الحدود تضبط 125 ألف طلقة وتدمر 5 أنفاق خلال شهر. لازالت الدولة، لازال الجيش المصري بيدافع باستماتة العناصر الشيطانية أو العناصر الإجرامية على الحدود في كل مكان، حدودنا الشرقية وحدودنا الغربية أكثر من 1000 كيلو، حدودنا مع ليبيا، حدودنا الجنوبية، في كل مكان قوات حرس الحدود بيدافعوا عن مصر، ولازال بيتم ضبط أنفاق في الحدود الشرقية لمصر، بيتسلل من خلالها المجرمين عشان يقوموا بعمليات نوعية. لكن لازال الحرب ضد الإرهاب موجودة في سيناء وفي أكتر من مكان. إن شاء الله هننتصر، وإن شاء الله بننتصر، وإن شاء الله تم تضييق الخناق عليهم. وزي ما قلنا النهاردة حتى الفيديو، العمليات النوعية اللي ممكن تحصل من وقت للتاني، عمليات الخسة والندالة، هي دليل على إفلاس هؤلاء المجرمين. أكيد إن شاء الله وفي أقرب وقت. وبنكرر مرة تانية اللي بيحصل ده مهما كان هو إيه، فهي عمليات فردية، عمليات فردية، خلاص هم فلسوا زي ما بيقولوا، فلسوا ما عندهمش حاجة يعملوها، وديكوا شايفين بعينيكوا كده القوات المسلحة بتعمل إيه في الحدود. طيب طبعا شايفين الجو عامل ايه من امبارح، ودرجه الحراره مرتفعه جدا جدا، وتوصيات كتير باننا ناخد بالنا، ويعني قدر الامكان ما نحاولش اننا ننزل في وقت الظهر ده ودرجه الحراره المرتفعه عشان ما يكونش في ضربه شمس. اللي ما عندوش شغل ما عندوش حاجه مهمه انه ينزل فيها في الوقت الصعب ده بلاش ينزل، وده تحذير من هيئه الارصاد الجويه. وكمان ده يعني مستمر معانا لغايه النهارده، النهارده برده درجه الحراره اعتقد 40 40 40 هي
هي هم 40 بس وانت في الشمس بتحسها انها 55 مثلا يعني، فخلي بالكم. بحس ان احنا في الخليج الحقيقه، واحنا في الصيف باين باين من اوله جاي شكله ايه. الصيف اللي جاي الناس عنده ضمير. الناس اللي بتحب الصيف هتنبسط يعني. طب اخر خبر يعني بعيدا عن كميه النكد وجرعه النكد اللي احنا قلناها النهارده، امبارح النادي الاهلي فاز في الدور الاول في على غريمه التقليدي نادي الزمالك 2-1، احرز هدفي الاهلي اللاعب الشاب محمد شريف، واحرز هدف نادي الزمالك النجم شيكابالا، جون طبعا جميل جدا. الحقيقه كان ماتش رائع جدا، مباراه جميله جدا جدا جدا، قادها التحكيم المصري. الناس كانت بتشكك في التحكيم المصري وكانت عايزه تحكيم اجنبي، ولا حد طلع من الفريقين امبارح اتكلم نص كلمه على التحكيم. مباراه عادله جدا، مباراه استحق النادي الاهلي ان هو يفوز فيها بالامس، وواجه نادي الزمالك بالامس سوء حظ بعد ضياع ضربه الجزاء. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك. انا شايفه خفه الدم بقى بتاعت الاهلاويه مع الزملكاويه، بس بروح حلوه النهارده من الصبح. ومش هفتن. كانت ظريفه. مش هتكلم. طيب دي كانت اخبارنا، لكن عايزه برضو انوه لحضراتكم النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا عن الجرائم الالكترونيه والابتزاز والاكونتات اللي بتتسرق وبيحصل هاكر، وبعدين الصور تتسرق والحاجات، طبعا المشاكل الكبيره اللي احنا بنشوفها في الفتره دي، ازاي نامن نفسنا وناخد بالنا. ده هيكون معانا النهارده في فقره خاصه. دلوقتي نخرج معاكم الفاصل، وبعدها هنرجع للفقرة الروحية. باكرا يا رب تسمع صوتي.